المنتخب البولندي، نحب نشوفوا شنو كنت كيفاش ريت المباراه اليوم. الحمد لله الاولاد شفت الشوط الثاني معناها باش لقينا الريبير نتاعنا. الشوط الاول مدينا من الاول بالقدام، بعد شويه بعد تسرع في اضاعه برشا كرات، تخلى شويه دوت في الاولاد وكل دونك كثرة الأخطاء وكثرة تضيع الكرات وتخلي فيهم الشك شوية زادة بتريباسيون، خاطر احنا المنسق متاعنا معناتها رقم معناها مهدي تبر أحسن لاعب في الدورة اللي فاتت تعرض لإصابة قبل أيام من الدورة، دونك عادي باش تلقى الأولاد معناها في مركز هذاك يلعب معاهم أول مرة ستاج، تلقى شوية الأولاد ما يتفاهموش في بعض الكرات، لكن الحمد لله عندنا معناها عندنا شخصية الأولاد في الشوط الثاني يعني وروا شخصيتهم في الدفاع وفي الهجوم، مركيو الكور اللي لازمهم يتمركيو ورجعوا في المباراة، وهذاك أهم حاجة إنك تربي اللاعب نتاعك إنه ما يسلمش لآخر لحظة. باش تقعد الجمهور في الدورة هذه؟ والله احنا نوعدهم كان نقدموا كما قدمنا اليوم. احنا المهم عندي ان الاولاد يستميتوا في الملعب، يحاولوا يطبقوا ما يسلموش لاخر لحظة، يلعبوا مع الفرق هذه بالامكانياتهم ند للند، والنتيجة ما بعتالي تجي مش مشكل، المهم تلعب معاهم وتستفيد منهم وتلعب معاهم بندية وتحتك بهم وتتعود عليهم. فهمتني؟ شكرا. معتز داود، انت اليوم رجل المباراه، مبروك اول حاجه، كيفاش تقيم ادائك واداء الفريق اليوم؟ عايشك والله، نقيم ادائك مجموعه كامله من الاول، ما بديناش اون فور، ما دخلناش في الطرح من الاول، بعديك دوزيام ميطون باش لقينا شويه روبير نتاعنا ودخلنا في الطرح وكل، وقدم تحيه للمسؤولين واصحابي وكل اللي دعموني باش اليوم خذيت احسن جوار في الماتش. باش توعدوا الجمهور في الدوره هذه ان شاء الله هنكونوا البريمير بلاس. شكرا. مارتين، ويلكم تو تونيزيا اند هارد لاك فور توداي. هاو دو فايند ذا ليفل اوف ذا كومبيتيشن توداي؟ Level of competition, I don't think it was a beautiful game because both teams made many mistakes. We did it more. So unfortunately for us we lost the game, but I think that from match to match it will be much better. What message do you have for your supporters and your fans? I hope you are watching us. Thank you. Thank you very much. Is it your first visit to Tunisia? Yes, yes. How do you find the country? I don't like weather. I thought that in Africa, in Tunisia, it will be much warmer. Oscar, welcome to Tunisia and hard luck for today. How do you find the game today? Yeah, I think the game at the beginning was very good. For us, we are leading with 5 goals, I think, at the halftime. But then Tunisia has made a lot of goals. Then it was a very tight game, and then we lost the control of our game, our game plan, and I think after that it doesn't work anything for us, and Tunisia has played their game well at the end of the game, and and Tunisia are fair winner of the today's game. How does it feel to be representing your country on this stage? It's incredible. It's to play for the country I was born, it's amazing feeling. I can't describe it. It's like a dream to play for the country. And how do you find Tunisia's country? Again, sorry? Tunisia. How do you find Tunisia's country? A country? It's very nice. I think the weather is maybe not the best at the moment, but maybe the next days, and I think it looks very well for the first impressions for me. It's looking very good.